رزان قولي لي اول لما رجعتي مصر وابنك رام، ابنك بليز عشان انا عارفه ان هو بيتفرج عليكي كل يوم على التي في وبيقلدك واغلى بالسقه وبيقلدك صح؟ انجي ما رح تصدقي، انا اول شيء انا مش انه اشتقت له، انا كنت عم ببكي دم مونيك لانه ما كنت عارفه اذا حارجع اشوفه وامتى، لانه انا أيوة. كان الاولويه للمصريين انهم يرجعوا. ايوه فاول انا قلت له انا وعدتك شهر حغيب عنك، غبت عنه شهرين ونص، فلما جيت وحشتني ريحته وعايزه اشمشم فيه، يعني شعراته اجري ضوافر اجري مناخيره عني، انا هو لما شافني قال لي يور باك يور باك، قال لي يو تولد مي يول بي باك اون ذا ثيرد، فلا شيء بقطع القلب. صار عمره 6 سنين وانا ما كنت معه بعيد ميلاده، وغنيت له هنيك انا والسقه والاكيب وطفيت له الشمعة حبيبي. بس اول يوم رمضان، انا جيت اول يوم، يعني جيت يوم الجمعه، فرحت لعنده بسرعه وقعدنا تفرجنا على البروجرام. لا هو بصم الشخصيه، ف احمد اتصل فيه عم بيقول لي مبروك وهيك انه وصلت بخير، فقام رام اخذ التليفون قال له اغلب بالسقه، وصورت له اياها فيديو. لا عارفه يعني كرتون، هيز كرتون بيبي وبيحفظ وعنده الجينات التقديم، حبيبي كثير كثير بهيدي القصه. ودائما لما بقول يا عمي غريب بيقولوا لي يعني حيكون جايبه منين، يعني لا حبيبي بحب التقديم يا حبيبي.